حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها. صحيفة الأيام تتحدث عن مدن في الجنوب تتحول إلى مناطق ريفية. ومعلم في الحديدة يتساءل: هل سأعود إلى مهنة التدريس أم سأقضي بقية حياتي عامل نظافة؟ الهندوس يغيرون اسم مدينة إسلامية في الهند. أهلا بكم. لا يمر أسبوع دون أن يدخل أحد المسلحين لتهديدهم، حتى أصبح أطباء وممرضو مستشفى الثورة بتعز يعملون وسط فوضى وخوف، وقد أرادوا إيقاف ذلك أو التخفيف منه وفقا لعنوان موقع المصدر أونلاين. فوضى المسلحين داخل مستشفى الثورة بتعز والاعتداءات على الموظفين تفجر احتجاجات وإضرابا جزئيا. وقال الموقع إن أفرادا من لواءين عسكريين في تعز هما الشرطة العسكرية واللواء 170 يتولون حماية مستشفى الثورة العام المركزي في المدينة، لكنهم لم يضعوا حدا لدخول المسلحين العسكريين والمدنيين للمستشفى لوضع حد للفوضى التي تقع داخله. وقد نفذ أطباء وممرضو وإداريون هيئة مستشفى الثورة العام بتعز وقفة احتجاجية تزامنا مع إضراب جزئي، احتجاجا على تكرار الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها بشكل مستمر. وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية للمصدر أونلاين إن الطاقم الطبي والإداري للمستشفى اتخذ قرارا بالإضراب الجزئي احتجاجا على الفوضى الأمنية داخل المستشفى والاعتداء على الأطباء والممرضين. اتهم تقرير صحفي منشور في الموقع الأمريكي بوزفيد نيوز مرتزقة أمريكيون استأجرتهم الإمارات لتنفيذ مهمة اغتيال النائب إنصاف مايو في عدن، ويومها كان الصحفي عبد الله دوبلة متواجد ضمن الصحفيين الذين تحدث التقرير عنهم. وفي المقال التالي يتذكر دوبلة تلك اللحظات المرعبة وأضاف: كيف يمكن للمرء أن يستعيد ذكرياته عن ليلة مرعبة كادت أن تودي بحياته في هجوم إرهابي اكتشف مؤخرا أن وراءه مرتزقة أمريكيون استأجرتهم دولة شقيقة قيل أنها أتت لمساعدة اليمن واليمنيين. في مساء 29 من ديسمبر 2015 كانت الأجواء عادية في مكتب النائب البرلماني أنصاف مايو بكريتر عدن، وهو رئيس التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة، وقد اتخذنا من دوره الأعلى سكنا لنا كصحفيين هاربين من صنعاء من بطش الحوث وتنكيله بالإعلاميين وأيضا كمكان للمقيل. عندما يقارب الساعة العاشرة غادرنا النائب أنصاف، ولم يمض على مغادرته دقائق حتى سمعنا حيث كنا في الدور الثالث انفجارا كبيرا ومزدوجا استهدف باب المكتب الخارجي وأيضا سيارة مفخخة للمهاجمين بالقرب من الباب. كنا أقل من 10 صحفيين شماليين وجنوبيين، ورئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن خالد حيدان والحارس الصبيحي الذي لم يكن يمتلك أكثر من رشاش آلي كلاشينكوف. عشنا حالة رعب رهيبة، وكنا نتخيل أن المهاجمين سيدخلون علينا في أي لحظة للقضاء علينا. كان الحارس يطلب منا عدم مغادرة الدور الثالث، وبعد أكثر من ربع ساعة تخللها إطلاق رصاص من حراسة البنك المركزي في نهاية الشارع. دخل علينا مواطنون من جيران المبنى وقالوا بأن المهاجمين قد رحلوا وأنهم كانوا يتحدثون الإنجليزية. ولم أفهم المعنى من أن المهاجمين كانوا يتحدثون الإنجليزية، حيث كنت أظن أن المهاجمين يتبعون عناصر متطرفة من الحراك الجنوبي يزعجها وجود صحفيين من الشمال في مكتب النائب الإصلاحي أنصاف. إلا أن التقرير المنشور في الموقع الأمريكي بوزفيد نيوز فسر هذه المسألة حسب شهادة المهاجمين أنفسهم بأنهم مرتزقة أمريكيون استأجرتهم الإمارات لاغتيال النائب أنصاف مايو. وفي تقرير ترجمه موقع الموقع بوست نقلا عن موقع منظمة أنقذ الطفولة، تقول المنظمة إن هناك احتمالات من حدوث ضرر نفسي طويل الأمد لجيل من الأطفال اليمنيين نتيجة للصراع المستمر في البلاد ما لم يتم توفير المزيد من الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
وذكرت المنظمة أن اليمن باتت واحدة من أخطر الأماكن في العالم على الطفولة، حيث تعرض اليمن لأكثر من 18 ألف غارة جوية، معتبرة أن ذلك يعرض الأطفال للوحشية والعنف الشديد، ما يزيد من خطر تعرضهم للأذى النفسي. وأضاف التقرير: شاهد أطفال اليمن أصدقائهم وأفراد عائلاتهم يموتون أمام أعينهم، كما رأوا الأحباء مدفونين تحت أنقاض منازلهم المنهارة، ورقب الكثير منهم مدارسهم ومستشفياتهم مستهدفة وتعرضت للتدمير، كما حرموا من الحصول على الطعام المنقذ للحياة والأدوية، وانفصلوا عن الحياة التي كانوا يعرفونها من قبل. وأضاف تقرير المنظمة أن التعرض الطويل للحرب والإجهاد وعدم اليقين يمكن أن يكون مزعجا جدا للأطفال، ويخلق مشكلات وتحديات تستمر مدى الحياة. وقالت كيلي ماكبرايد، المستشارة الفنية الإقليمية للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي التابعة لصندوق إنقاذ الطفولة، قالت إن الأطفال في اليمن لا يستطيعون تعلم المهارات الأساسية اللازمة للنمو، وهذا يمكنه أن يؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية على المدى الطويل. طلب حماية للأمة العربية. تحت هذا العنوان كتب سهيل كيوان مقاله المنشور في القدس العربي، مضيفا: أمتنا مغيبة عن حركة التاريخ البشري، كأنها تدور في أفلاك أخرى غير حركة الشعوب المنتشرة على كوكب الأرض، التي تعمل في كل مجالات الحياة لتطوير نفسها في العلوم والبيئة والرفاهية الاجتماعية والشفافية في جهاز الحكم. فأمتنا تعيش بلا قوانين ضابطة لحركتها، ملايين الأطفال العرب لا يصلون إلى المدارس ويستغلون في الأعمال الشاقة، ومنهم من يستغل جنسياً، وحتى من يصلون المدارس لا يتلقون التعليم الأساسي، وهناك عشرات الملايين من الأميين بين البالغين. التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة من المهد إلى اللحد، إضافة إلى العنف الجسدي والتحرش الجنسي الذي يرافق ملايين منهن من دون أن يستطعن مقاومته في البيت والعمل والأمكنة العامة، بل حتى من دون القدرة على تقديم شكوى ضد المعتدين. في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على بيئة نظيفة وصحية وخضراء ومريحة لمواطنيها، تحولت بعض مدننا وقرانا وشواطئنا إلى مزابل لكيماويات ونفايات الآخرين النووية. 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، 40 مليون عربي يعانون من سوء التغذية، أكثر من ثلث سكان العراق فقراء، وأكثر من نصف السكان الذين بقوا في سوريا يجدون صعوبة في توفير الغذاء اليومي لأسرهم، وحوالي 500,000 طفل يمني تحت سن 5 يعانون من سوء التغذية، وواحد من كل 5 بالغين من العرب أمي. في مصر لوحدها حوالي 25 مليون أمي. هذا الخراب يجري برعاية دول عظمى لا ترى في العرب إلا مصدراً للمال والابتزاز وأسواقاً للاستهلاك. تتحدث صحيفة الأيام عن ظاهرة في أبيان يمكنها أن تحول المدينة إلى قرى صغيرة متفرقة، وعنونت الصحيفة: ظاهرة البناء العشوائي تحول زنجبار أبيان إلى قرية. وقالت الصحيفة إنه وخلال السنوات الأخيرة تزايدت ظاهرة البناء العشوائي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان لتتحول على إثرها المدينة إلى قرية، دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه الظاهرة بمنع البناء في أزقة وحارات العاصمة بصورة عشوائية، الأمر الذي خلق معاناة كبيرة أمام المواطنين الساكنين بحارات المديرية، أبرزها عدم مقدرتهم على نقل مرضاهم لضيق المساحات بين المباني التي شيدت بدون تخطيط حضاري. بدوره قال مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار نبيل الباهزي: يعني البناء العشوائي شوه معالم عاصمة المحافظة، ونسعى إلى القضاء عليه من خلال نزول الميداني. وأضاف في تصريحه للأيام:
سنقوم بإنذار الذين يقومون بالبناء العشوائي دون تخطيط حضاري، ونعمل على منع أي استحداثات جديدة للعشوائيات، كما منعنا أي تراخيص إلا عبر مكتب عقارات الدولة. وأشار الباهيزي إلى أن مكتبه يعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة وباعتماد مالي لا يتجاوز 9000 ريال، وكذلك غياب وسيلة مواصلات التي من شأنها أن تمكن المعنيين من النزول الميداني إلى حارات زنجبار للقيام بمهامها. ووسط استمرار العنف والأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، يسعى يمنيون للجوء إلى الدول الأوروبية، لكنهم يرون أن الطرق مسدودة أمامهم ويخشون أن العالم قد نسي اليمن السعيد. ويعنون موقع دويتشه فيليه الألماني: يمنيون على طريق أوروبا وآخرون لاجئون. ويقول الموقع: سيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014 بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. ومنذ ذلك اليوم بدأ اليمنيون الرحيل. ووفقا لأحد المواطنين، فإن ما يزيد الأوضاع سوءا هو أنه ليس لدينا أي شكل من أشكال الدولة لتيسير الأمور، وإنما ميليشيات. ويتابع: كما أننا لا نملك حرية التعبير عن الرأي، فنحن معرضون لدخول السجن في أي وقت. ويرى الشاب اليمني أن دول العالم تركت اليمنيين وحدهم، مع أن اليمنيين لا يريدون سوى توفر الأمن وسبل العيش الكريم. تعتقد قبول، وهي لاجئة يمنية في مصر، أن دول العالم لا تولي الاهتمام الضروري للاجئين اليمنيين، خصوصا بعد موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا، وأنه يتم التركيز على لاجئين من دول أخرى رغم أن الأوضاع في اليمن أسوأ منها. وترجع اللاجئة اليمنية صعوبة خروج اليمنيين إلى بلد آمن إلى عدة أسباب أخرى، منها أن دول الخليج المجاورة تقفل أبوابها أمام اليمنيين وتمنعهم من العبور. ماذا يريد مارتن جريفيث؟ بهذا التساؤل صدر أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في الصحوة نت، مضيفا: لا بأس أن نذكر السيد مارتن جريفيث بأن مشكلة اليمن أساسها انقلاب مسلح لعصابة متمردة ضد دولة شرعية، وتزعم هذه العصابة أحقية حكم اليمن بتفويض إلهي مقدس. مساعي جريفيث عن قصد أو استدراج إلى تمييع الصورة الواضحة المتمثلة بشرعية وانقلاب مسلح عليها وتحويل الصورة إلى مشكلة بين أطراف متعددة هو عمل يخدم انقلاب العصابة المسلحة على حساب الشرعية، وهذه مساعي سيئة ومضرة بالشعب اليمني حاضرا ومستقبلا، فضلا عن أنها لا تليق به كمبعوث دولي. هناك طرف شرعي متمثل بالسلطة اليمنية الشرعية، وهناك طرف انقلابي تمرد تمردا مسلحا على ما اتفق عليه اليمنيون، وهو التمرد أو الانقلاب الذي رفضه مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216 الشهير والقرارات ذات العلاقة المتصلة به، وهي قرارات تسعى لإنهاء الانقلاب. فكيف انعكس الحال للسيد جريفيث لتنصب جهوده في تهميش وتقزيم السلطة الشرعية؟ أهي الغفلة أم أن لعامل السن دورا؟ إن كانت الغفلة قد أحسنت هذه السطور ظنا عندما صدرت نفسها بأن لا بأس أن نذكر السيد مارتن جريفيث، وإن كان لعامل السن دور فحري به أن يعفي نفسه بدلا من أن يظلم شعبا ويختم حياته السياسية بمثل هذا الانحياز لتمرد انقلابي مسلح ضد حكومة شرعية. وإن كان معجبا بإدعاء الحوثيين للحق الإلهي في الحكم، فالأولى به أن يعود إلى بلده مطالبا بعودة النظام الكنسي، وأن يقنع أوروبا بالاعتذار للكنيسة التي تلتقي مع الحوثة في هذا الادعاء الخرافي. رغبة المبعوث الأممي في تقزيم الشرعية وتحويلها إلى طرف من بين جملة أطراف هو انقلاب آخر على الشرعية واستهانة غير مقبولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ناهيك عن أنها استهانة جائرة بحق الشعب اليمني، وهو موقف مرفوض. صحيفة عربية تتحدث عن قصة معلم في اليمن تغيرت حياته جذريا مع طول المعركة، وتعنون العربي الجديد: من معلم إلى عامل نظافة في اليمن. وتقول الصحيفة إن سالم عبد الله الذي يسكن في مدينة باجل لم يتوقع بعد عمر طويل أمضاه في سلك التربية معلما أن يتحول القلم إلى مجرفة والطباشير إلى مكنسة
طويلة يقف خلفها بعدما بلغ 45. وتفيد العرب الجديد أن عبد الله انتقل من الفصول الدراسية إلى عمل آخر لكي يجني المال الذي سيوفر لأسرته بعض الاحتياجات الأساسية. يقول إنه باع كل ما يملك خلال السنوات الماضية لتوفير الغذاء، لكن انقطاع الرواتب المستمر منذ نحو 2 وانعدام مصادر الدخل أجبره على العمل في إزالة النفايات من الشوارع بأجر يومي زهيد. يشير إلى أن المبلغ الذي يتقاضاه مقابل عمله هو 3000 ريال يمني في اليوم، لكن الحوثيين يجبرونني على تسليم نصف المبلغ ليصبح 1500 ريال، وهو مبلغ غير كافي. يلفت سالم إلى أنه لا يجد قيمة العلاج إذا ما مرض أحد أفراد أسرته، ولا قيمة ملابس ولا أدوات المدرسة أو قيمة الغاز. يتساءل: هل سأعود إلى ممارسة مهنة التدريس أم سوف أقضي بقية حياتي عامل نظافة؟ نشرت صحيفة واشنطن بوست آخر مقال للكاتب السعودي جمال خاشقجي كان من المفترض نشره في الأسبوع الذي اختفى فيه عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري. وقد نشرت القدس العربي مقتطفات من المقال الذي نشر تحت عنوان أشد ما يحتاجه الوطن العربي هو حرية التعبير. العالم العربي كان مفعما بالأمل خلال ربيع عام 2011. كان الصحفيون والأكاديميون وعامة الشعب يفيضون بتوقعات لمجتمع عربي مشرق وحر في بلدانهم المحترمة. توقعوا التحرر من سيطرة حكوماتهم والتدخلات المستمرة والرقابة على المعلومات. هذه التوقعات سرعان ما تحطمت، وهذه المجتمعات بعضها عاد إلى وضعه السابق أو واجه ظروفاً أكثر قسوة من ذي قبل. هناك عدد قليل من الواحات التي لا تزال تجسد روح الربيع العربي، وتواصل حكومة قطر دعم التغطية الإخبارية الدولية مقارنة مع جهود جيرانها للسيطرة على المعلومات ودعم النظام العربي القديم. حتى في تونس والكويت، حيث الصحافة تصنف على الأقل حرة جزئياً، يركز الإعلام على القضايا المحلية وليس القضايا التي تواجه العالم العربي الكبير. إنهم مترددون في توفير منصة للصحفيين من السعودية ومصر واليمن حتى لبنان، جوهرة التاج العربي. عندما يتعلق الأمر بالصحافة الحرة، سقط ضحية استقطاب ونفوذ حزب الله الموالي لإيران. العرب يحتاجون إلى القراءة بلغتهم الخاصة حتى يتمكنوا من فهم ومناقشة مختلف جوانب ومضاعفات الديمقراطية في أمريكا والغرب. العالم العربي بحاجة ماسة إلى نسخة حديثة من هذه المبادرة حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على الأحداث العالمية. ما هو أهم من ذلك؟ نحن بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية. نحن نعاني من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم. إن إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات القومية التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية سيمكن الناس العاديين في العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم. وفي الأخبار المنوعة نطالع ما نشرته صحيفة القدس العربي والتي عنوانات: الهندوس يغيرون اسم مدينة إسلامية في الهند. وقالت الصحيفة إنه وبعد مطالبات من القوميين الهندوس من المقرر أن يتم تغيير اسم إسلامي لمدينة هندية شمالية إلى اسم مرتبط بالهندوسية. وأعلن المسؤولون الحكوميون في ولاية أوتار براديش أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان أنهم وافقوا على إعادة تسمية مدينة الله أباد ومعناه مدينة الله إلى مدينة براياغ. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الضغط لتغيير الاسم إلى براياغ، وهي كلمة باللغة السنسكريتية تعني مكان التضحية التي ترمز في المعتقد الهندوسي إلى أن خالق الكون قدم قربانه الأول في المدينة عند نقطة التقاء نهري الجانغ ويامونا. يأتي هذا التغيير لمحو التلميحات إلى حكم المدينة التاريخي في عهد المغول، بالإضافة إلى المنطقة المسمى الله أباد من قبل الإمبراطور المسلم أكبر عام 1500
1983، ورغم الاحتجاجات من الأحزاب المعارضة وافق مجلس وزراء أوتار براديش الذي يتزعمه الواعظ القومي الهندوسي المتعصب يوغي أديثياناث على الاقتراح، حيث اتهم رئيس حزب ساما جوادي أكيليش يداف اتهم الحكومة بالعبث بالتقاليد والمعتقدات عن طريق تغيير الاسم. في الأخبار المنوعة أيضا، الأكثر انتشارا ما جاء في موقع عربي بوست بعنوان انتبه كي لا يكون التقاط السيلفي آخر ما تفعله في حياتك. دراسة تقول وفاة أكثر من 250 شخصا حول العالم أثناء التصوير، وقال الموقع إن التقاط السيلفي خطير، وفي المرة القادمة عندما تقف على حافة منحدر خلاب أو على قمة شلال انتبه جيدا قبل التقاط صورة سيلفي سريعة، فربما تكون آخر شيء تفعله في حياتك. وأشارت دراسة إلى أن وفاة أكثر من 250 شخصا حول العالم أثناء التقاطهم صور السيلفي خلال السنوات الست الأخيرة، من بين 259 حالة وفاة وجد الباحثون أن الغرق هو سبب وفاة أكبر عدد من الضحايا، يليه الحوادث المرتبطة بوسائط النقل والتقاط السيلفي أمام قطار قادم بسرعة ثم السقوط من مرتفع. بينما تتنوع باقي أسباب الوفاة المرتبطة بالتقاط السيلفي بين هجمات الحيوانات والأسلحة النارية والصاق الكهربائي. ما تزال مناطق في تعز تشهد حصارا من قبل ميليشيات الحوثي، وقد وقف مجموعة من المتطوعين في طابور طويل لإيصال المساعدات إلى مناطق جبلية بعيدة. هذه أولى صور جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية. رسامو الكاريكاتير يعبرون عن وجهات نظرهم بطريقة مختلفة، حيث تمتزج الألوان بالمواقف والأشكال بالصور. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.